is back. America is back. عادت أمريكا، عادت أمريكا، عادت الدبلوماسية، إنها مركز سياستنا الخارجية. هكذا بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أول خطاب له عن السياسة الخارجية الأمريكية أمام موظفي وزارة الخارجية في مقرها في العاصمة واشنطن. الرئيس الأمريكي تعهد بمواجهة روسيا والصين، واصفا الصين بأنها أخطر منافس للولايات المتحدة، معربا عن رغبته في تغيير سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب حيال موسكو. لقد قلت بوضوح للرئيس بوتين وبشكل مختلف جدا عن سلفي إن الزمن الذي كانت تخضع فيه الولايات المتحدة لأفعال روسيا العدوانية قد انتهى. سوف لن نتردد برفع الكلفة على روسيا والدفاع عن مصالحنا الحيوية ومواطنينا. نأخذ على عاتقنا بشكل مباشر التحديات التي تشكلها الصين، أخطر منافس لنا على قيمنا للازدهار والأمن والديمقراطية. سنواجه انتهاكات الصين الاقتصادية وسنتصدى لتحركاتها العدوانية وتعديها على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والحوكمة العالمية. بايدن أكد أن بلاده ستعمل على تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية، معلنا عن تعيين تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها. هذه الحرب يجب أن تنتهي. سنوقف كافة أشكال الدعم للعمليات العسكرية في الحرب باليمن بما فيها صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة. في نفس الوقت المملكة العربية السعودية تواجه هجمات صاروخية وتهديدات أخرى من قبل قوات مدعومة إيرانيا في بلدان عديدة. سنستمر بدعم ومساعدة السعودية في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية ومواطنيها. صفحة جديدة في السياسة الخارجية الأمريكية تسير فيها الولايات المتحدة باتجاه ترميم علاقاتها الدبلوماسية بعد 4 سنوات من تراجع التزاماتها الدولية. من أمام مبنى الخارجية الأمريكية سلام الموزاني، اليوم واشنطن.